الكارثة اللي كلاتنا ودمرتنا ودمرت أبنائنا ودمرت بناتنا، واللي نذق في دوامة كل واحد راه حاكم كرشو، يقول أنا سلكت صح، كاين ولادي وكاين بناتي، كاين أبنائي وكاين بناتي. وانتشرت المخدرات انتشار رهيب. انت زمان كنا نسمعوا جماعة كان الله يعزكم كان يسموها الزطلة، كنا نسمعوا جماعة هكذا برك، الآن انتشار رهيب. حتى نجي نقول واش الناس كلها راهي تتعاطف المخدرات، وشبابنا هذا وصلوه وبعد رموه في المصبع وخلاوه، زينوا له وبعدين حطوه في فم السبع وتركوه لنفسه، يعاني الويلات من هذا الهم، هم مصيبة، من التدخين إلى المخدرات. وبعدين واحد الدعاوي الله يسلم لنا هذا الشباب، والله ينبههم من غفلتهم، والله يعينهم على الإقلاع عن التدخين وعن المخدرات، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. خذوا بأيديهم بالدعاء، يقول لي واحد واش دوك أنا نمشي لكل واحد بالدعاء، ادعوا لهم ربي عز وجل يعينهم على ترك هذا الأمر، اسألوا الله لهم الهداية والتوفيق، ولا تظهر الشماتة بهم، قد رب العالمين يعافيهم ويبتليك. فاتركوا الدخان واتركوا المخدرات والخمور، هم الخبائث. شوف الإسلام العظيم حافظ على العقل وعلى الروح النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى الشرف، حتى البيئة 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 حتى البيئة لا يجوز لك أن تلوثها ولا يجوز لك أن تفسد فيها، حتى البيئة لهوا ما يجوز لك تلوثه وما يجوز لك تفسد فيه، لأن الله حرم عليك ذلك سبحانه تبارك وتعالى. اتقوا الله يا إخوان، عودوا إلى رشدكم. والإنسان اللي راه مبلي فينا بهذا خلاص، هو سمع ويشمر على يديه ويقول يا ربي أعني على ترك هذا الأمر المحظور، استعين بالدعاء وبقيام الليل وبالصدقة وبالنوافل وفعل المعروف، والله العظيم ربي يتوب عليك ويهديك الصراط المستقيم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.